السلام عليكم شباب، معكم ماكو من في جي اس، وعندنا حلقة محطة اخبار العاب لنناقش فيها اخر واهم الاخبار. طبعا كل خبر بنتكلم عنه راح يكون رابط في الوصف، وفي بعد روابط في الوصف مال اول شركة مختصة عشان تسوي بطولات في الشرق الاوسط. طبعا في روابط حق الفيسبوك وتويتر، وعندهم موقع خاص فيهم، تشيكوا الروابط وصوتوا حق المدينة مالتكم عشان يسوون البطولة القادمة. ونبتدي الحين. طبعا اول خبر عندنا عن البلاي ستيشن 4 بعد اطلاقه في اليابان. طبعا عقب ما اطلقوا البلاي ستيشن 4 في اليابان، وصلت المبيعات الى 320 الف بلاي ستيشن 4 مباع في يومين بس. يعني هاي شيء وايد قعود. ونلاحظ ان البلاي ستيشن 3 في يومين يوم طلقوا في اليابان باع فقط 88 الف نسخه، فتشوفون الفرق. أصدر استوديو ريسبون إحصائية تبين إن ما بين تاريخين 15 فبراير إلى 19 فبراير وصل عدد مجربين بيتا تايتن فول مليونين لاعب. طبعا هاي يبين إن اللعبة عليها هايب وحماس كبير إلى حين إصدار اللعبة. الخبر اللي بعده عندنا عن The Last of Us. طبعا أو خلنا نقول The Last of Us 2. طبعا في احتمال يسوون The Last of Us 2 على البلاي ستيشن 4. طبعا في احتمالات 50%، وقال المخرج الفني مال نوتي دوغ انهم قاعد يفكرون في هالشيء، وقال بعد في احتمال نشوف جاك اند داكستر على البلاي ستيشن 4 بعد. اصدر استوديو ميركوري ستيم صور جديده من نوعيه بانوراما حق لعبه كاسلفينيا لوردز اوف شادو 2، اللعبه اللي حازت على تقييم عالي في مراجعة أمس. طبعا تشيكوا القناة حق المراجعة. طبعا هاي الصورة تبين جوانب من اللعبة، إذا حابين تشوفون الصور أكثر رابط تحت في الديسكريبشن. وحين نروح حق لعبة تايتن فول، طبعا في موقع طلع بعض الخرائط، أو خلي أقول 15 خريطة حق لعبة تايتن فول، وحطوا فيها شروحات حق الخرائط، إذا حابين تعرفون عنهم أكثر الرابط موجود في الوصف. أعلن شركة مايكروسوفت عن حزمة جديدة حق جهاز الإكس بوكس ون، راح تكون حزمة تايتن فول اللي راح تجي فيها إكس بوكس ون مع تايتن فول في حزمة واحدة. عندنا خبر عن لعبة جي ستارز فيكتور فيرسس. اللعبة اليابانية راح يكونون كل أبطالها أبطال الأنمي شونين، يعني الأبطال الأنمي الرجولية اللي فيها نفس بليتش ناروتو وغيره. طبعا في عدد كبير من هالأبطال راح تحصلون في هاللعبة. هاي اللعبة لعبة قتال، واللعبة كان تم تسريب لها يعني غلاف وهمي، وحين طلعت الشركة الغلاف الرسمي اللعبة. إذا حابين تشوف الغلاف رابطها في الديسكربشن. فهاي كانت الحلقة شباب، إن شاء الله عجبتكم. لا تنسون تسوون لايك وسبسكرايب وتشتركوا صفحتنا في الفيسبوك وفي تويتر، وتشتركوا موقعنا www.vgstations.com. كان معكم محمد المطوع، حبايب شكرا على متابعتكم، مع السلامة.